السلام عليكم اخواتاتي خياتي، اليوم ندير لكم دجاج بالمرقه بلي فخيت ونشبعوه بالمعادن. مرقه بيضاء مليحه وجاي ان شاء الله، هم جايين شهر رمضان ان شاء الله، ان شاء الله يدخلوني بالصحه والهنا. كل مره ندير لكم وصفه وان شاء الله هكذا بنوعوا الاطباق تاعنا شهر رمضان كامل. اليوم نديرو مرقه خفيفه مليحه تجينا بالطبع، تجينا ضياف، تجينا لينا لوليداتنا ان شاء الله. نبداو على طريقه الدجاج، نبدأ إن شاء الله. حطوا طرف الدجاج تاعنا على حساب العائلة، بنقريت الجديدة على حساب شحال عندنا العائلة. ونأخذوا بصلة كبيرة مليحة، تجينا المرقة بنينة وخافية، لازم حبة كبيرة تديروها في الدجاج. هكذا هكذا في المرقة تاعها حبة كبيرة، المرقة البيضاء واش تطلب؟ تطلب قليل من القرفة. لاباليك خواتاتي كاع شاطرة، بصح المبتدئين بناتنا اللي بداو جايين متزوجين اللي كانوا غير يقراو ميعرفوش يطيبوها، نعلموهم نوريولهم. وقليل من الزنجبيل بوكا لي راهو مفيد للصحة. هكذا هذه فوائد عديدة، وقليلا من الكركم راهو ثاني قلبك في الأطباق تاعنا ولا مفيد للصحة. وقليلا من الملح، ونخليو هذا البقدونس اللي هو المعجنوس في الشباع تاعنا تاع الدجاج كيطيب. ونقلبوها، شوفو خواتاتي بنياتي هاكا، حطو هاديك البصل اللي تكون حبة كبيرة خواتاتي بنياتي، حطوه مليح مليح يتقلى، ونقلبو الدجاج تاعنا مليح مليح. ومن جهة الأخرى رانا حاطين هاد الفخيت تاعنا يتقلى باه نشبعو بيه الوصفة تاعنا. هاكا كيما راكم تشوفو نقلبو الدجاج تاعنا باه البصل يتقل فيه. هكذا شويه البنة، هكذا نقلبوها مليح حتى الدجاج تاعنا يطيب من جهة لي كوتيكين زوج. هكذا مليح مليح، خلوه يتقلى شويه ومن بعد تشوف نديرو له شويه مرق. شوفوا بنياتي نزيدو الماء ساخن حتى نشوفو هكذا، انا نعطيكم بالتدقيق هكذا باه بنياتي ان شاء الله يتعلمو. خواتاتي اللي داخلين زوجين جداد كامل، شوف هكذا الماء يكون ساخن ماشي بارد. حنا نقولو له تضحكو شويه، نقولو تخلعيه، غنديرو له المسائل ويكون غير حدو هنا، خاطرش الدجاج طيب ماهوش كيما اللحم. هكذا برك ونقفلو عليه ونخليه نوريهولكم في وصفة في صحن التقديم ان شاء الله. نعم شوفوا خواتاتي هكذا جاتنا الدجاج بالمرقة بيضة، شوفوا بالبطاطا فخيت، نزيدولها شوية معدنوس والبقدونس هكذا، نشبحوها خواتاتي هكذا، ونرفق ليها مع قليل مع الشلاضة هاهي فيها المايونيز. وبصحتكم وبصحتي، ما تنساوش ديروا اللايك وديروا البصمة وبقوا على خير.